واصلها. بس خلينا تركيا بتمر بحالة طبعا كبيرة الفترة اللي فاتت دي، ليها علاقة مباشرة بتثبيت أركان حكم أردوغان في تركيا الفترة دي، لأن هم داخلين على مرحلة صعبة. تركيا طبعا تركيا بتتمدد إقليميا، محتلية منطقة كبيرة في المنطقة الكردية في العراق وسوريا، وبالتالي مسألة القبول الشعبي لفكرة التمدد التركي العثماني ده مرفوض داخليا؟ لا مش مرفوض، هو بيثبت هذا التمدد من خلال دعم شعبي كبير ليه، علشان هو لما نجح المرة الأولانية خلي بال حضرتك نجح بفروق بسيطة جدا، ما كانتش يعني، فأثبتت أن شعبيته معرضة لبعض القلاقل يعني في الداخل. لكن هو بيعيد صياغة المشهد الداخلي عنده، وطبعا هيعمل انتخابات برلمانية مؤكد. كل ده كان جاي مدفوع بمحاولة الانقلاب الفاشلة اللي حصلت ضده من سنتين اللي فات وبالتالي هو قدر في السنتين اللي فاتوا ده انه يتحكم في كل مفاصل الدولة ويثبت اركانه بشكل قوي جدا. فاعتقد ان ده التبكير، فكرة التبكير، هو بيبعت رسالة للخارج ان الشعب التركي عايزني كأردوغان وعايز نظام حكمي. وبالتالي اي قرارات هتاخدها الدولة التركية في مسألة التوسع الاقليمي في اللي جاي، فبالتالي ده مدعوم من الشعب. بالظبط كده. بالظبط كده. يعني الهدف علشان يؤكد رسالة للخارج اكثر منها كمان، بان الشعب التركي موافق على التوسع طبعا اللي بيعمله اردوغان. تمام.